وبالموقف اللي عمله الكابتن مختار في مباراه اعتزاله، احكي بقى انت عملت الماتش اعتزال. انا دعيته ان هو يجي وانه ينزل معايا، وده امر طبعا كان له رد فعل. الناس مالوش ذنب. عشان لاني هو كان في كلام من الكابتن جوهري والكابتن زيزو يعني بعد الاصابه، في كان في ماتشات مهمه جدا جدا على التاش. انا لما انصبت يعني يمكن الحمد لله كان ليا دور وقيمه في فرقتي، لكن يمكن لما انصبت بقى الدور والقيمه دي زادت اكتر. يعني الناس حست بيها اكتر، حسوا بالنقص اللي موجود. فمره قال كابتن، على ما اظن الكابتن جوهري، قال ان ديت كانت يعني اصابه كده وبتاع مش عارف ايه، فكان رد الفعل بتاع جمهور النادي الاهلي عنيف جدا جدا مع سعيد ومع يكون واحد مدير فني عنده لعيب بحجم مختار وبينفذ له كل حاجه، وفي ظروف كان الهجمة صعبة من هنا لهنا وفي ثانيه بيوصل له جول. كان في ظروف صعبه فعلا، ويعني ظروفها ان احنا يعني كان في ماتش النهائي قريب جدا واحنا خسرناه، فيمكن دي كلها يعني معطيات جمعت نفسها في ان يبقى في رد فعل قوي جدا عليه وعلى فيلتي. فانا حبيت اخفف الامر دوت، عشان كده اللجنه الدوليه للعب النظيف المبصخه من هيئه الاولمبيه بباريس منحت مختار جائزه الخلق الرياضي، تسلمها في 25 سبتمبر 86. فاكر انت اللي سلمها لك؟ كان رئيس اللجنه الاولمبيه الاسيويه من في الشيخ الكويت، فهدي الاحمد، الشيخ فهدي، الشيخ فهدي نفسه. يعني هو مسك ابنه دلوقتي مطرحه الشيخ احمد، لكن الشيخ فهدي نفسه هو اللي جه سلمها لي هنا في القاهره.